غير تعرموا عليا الاسحار وهذه صافي تغيرت الحياه ديالي، ولات عندي كراهيه مع الناس، اي عمل درتو ما تيصدقش اي حاجه كيما كان النوع ديالها. هز ليا بياسه ديالي وكتب فيها بالتعويذ، وتما كان فاش كتب فيها بالتعويذ قلت له كن يعني كتب فيها لكل لبست هذيك الكسوه هذيك درتها فوق الحمد لله، كانت يعني نقدر نموت على شي ما حيت كان هذاك السحر كيما يقولوا السحر يعني مكتوب بالدم المغدور، دم واحد الانسان تيدير قصيده مثلا تيموت مكتوب بالدم ديال المغدور. درتو ليا امراه من العائله كيما تنقولوا حنا شوافه، هما ثلاثه الشوافات وجوج مشعوذين تعاونوا عليه وداروه يعني السحر الاحمر، ومن اخطر يعني اسحار يا السحر الاحمر وداروه السحر الاسود مخلط باش نمشيو ليه. داك هو اللي دمرني، هو اللي دمر الحياه ديالي، ما عندي معاهم حتى شي مشكل، هما اصلا عارفين اني كنت خصهم. السلام عليكم، انا محمد مدينه سلا، يعني مجوز يعني مزوج، عندي الاطفال وعندي يعني عندي الزوجه الحمد لله، فانا كنعاني يعني من الاسحار والجن، وانا يعني انا زهري يعني زهري مستهدف، وعندي مشاكل مثلا في تسرقوا لي مثلا الفلوس، تيديروا الكراهيه مع الناس، يعني داكشي هذا كنشوفه يعني كان تيتكلموا معايا تيقول لي تيتكلموا معايا هادو اخي هما شياطين متمردين، وكل مره شنو كيجي كل مره شنو طائفه كتجي عندي، ولكن يعني اللي مستمرين معايا حاليا اللي ما تتفرقوش معايا وفايش حالفين بالله يعني ما يتفرقوش معايا هما شياطين متمردين. هادو اخي يعني باش كنت انا حسيت بهم وعرفتهم غادي تكون دابا يعني باش عرفتهم مزيان غادي تكون ما بين 8 سنوات باش عرفتهم، ولكن هي فاش بديت كنعرف يعني انا الجن كيهجم عليا راه تقريبا 2008 يعني باش عرفتهم بان راه كاينين معايا. هذه تقريبا يعني باش جاو عندي مباشره، هذه تقريبا واحد ما بين قيل 6 7 سنين يعني هذه جاو عندي مباشره نيشان، كان جاو عندي بواحد الصفه ديال واحد البنت اخرى ديال واحد البنت وقالوا لي كلشي انت ولا قالوا لي كلشي حيت قالوا لي صافي حنا نخدموا معاك وغنجيبوا لك الناس وكذا وهادي، ولكن هما هادو شياطين متمردين يعني، وكتش يعني هما يعني في الاصل هما باغيين ينتقموا مني يعني باغيين يصفيوها لي، تيبغيو يصيفطوني للحبس يبغوا شحال من حاجه تيسرقوا لي مثلا الفلوس يبغوا يخاصموني مع الناس، غير انا تنعرفهم يعني عارف شنو كاين. وبحال البارح انا باش عيطت عليك انت نيس وراك شتي كلشي بعينك، من شحال مره كانت تقطع التليفون راه شي وقيلا شي الخمسه وقيلا عاد هضرنا على خاطرنا، حيت زهري يعني ماشي شي زهري عادي، دوك الزهريين اللي كيكونوا مثلا الزهريين ديك الزهر بحال كتقول الدرجه الاولى والثانيه. كيفاش بحال كنعرف تنعرف الانسان يعني عن بعد واخا ما يوصلش عندي كاع نقدر نشم الريحه ديالو ونقدر ندير هادشي يعني بشحال من حاجه، ماشي غير هادشي، هذا بشحال من حاجه. دابا حاليا مثلا عندي النوم ما نقدرش مثلا ما كنعش تقريبا دابا ثلاث سنوات متابعه ما كنعش حتى المغرب الفجر، وشي بعض المرات ما كنعش حتى ديك 10 ولا 11، وشي شي شي بعض المرات كنعس مع ديك 12 ونص الوحده قليل، هذه يعني قليل مره في 4 شهور مره في شهر وكذا. الشيء تلونت تغيرت بزاف، تغيرت يعني لواحد الدرجه ما تتخيلش يعني ما تتخيلش صراحه يعني ما واحد الدرجه يعني واخا تقدر تعاود لواحد راه ما يصدقكش فيها يعني. الا كان الانسان عنده تجربه وهذه غادي هذه يعني اللي غادي يصدقنا غادي يعرفني باش هذا. الماضي اخي كنت واحد الشاب يعني تبارك الله يعني صراحه يعني كنت واحد الشاب مزيان يعني محبوب عند الناس كلشي تيبغيه، وكان يعني تبارك انا واحد القصه كنت كنتفكر كنت كنقرا عند واحد الاستاذ كان تينوض جوج داك واحد الدري قبل منه وشينوضني انا تيقول لي اذن ليا باش نشوف اذن ملي كان اذن وتنسالي تيقول لي شوف انت اما غتولي فقيه اما غتولي فقيه اما غتولي غتولي يعني مغني يعني كنت تبارك الله محبوب والصوت ولكن صافي غير تعرموا عليا الاسحار وهذه صافي تغيرت الحياه ديالي، ولات عندي الكراهيه مع الناس، اي عمل درته ما تيصدقش اي حاجه كيما كان النوع ديالها. زهري اخي عرفتها واحد عرفتها يعني من الصغر ديالي عرفتها انا زهري، حيت ملي كنت باقي صغير يعني تقريبا ما بين 5 سنوات 6 سنوات كانوا تيتبعوني الفقهاء مباشره، تيتبعوني باش يشدوني
باش يجبدوا لي بيا الكنز. وديك يعني ديك الخفه اللي كانت فيا وديك سميتو ما كانوش كيوصلوا لي، ما كانوش كيوصلوا لي. وفايت جا عندي واحد من العائله ديالي قال لي ودي رد بالك، رجعوا عندك شي ناس سولوا عليك وسولوا على شي واحد من الاسره ديالك، وقالوا لي هودي هذاك السيد شنو غنخدموا به وكذا وهذه. ولكن قالوا لي هذاك راه خطير، هذاك مسخوط يعني، ما نقدوش عليه، ما نقدوش نشدوه، ولكن كاين واحد اخر خصنا نشدوه وكذا. هذه يعني هذا قالها لي ومن العائله ديالي تقريبا. اش نقول لك، ذاك اخطر سحر يعني كان يعني دار ليا، درتو ليا امراه من العائله كما نقول حنا شوافه، وهم ثلاثه الشوافات وجوج مشعوذين تعاونوا عليه وداروه يعني السحر الاحمر، ومن اخطر يعني اسحار يا السحر الاحمر وداروه السحر الاسود يعني مخلط، باش نمشيو لهذاك هو اللي دمرني، هو اللي دمر الحياه ديالي. عندي معاهم حتى شي مشكل، هما اصلا عارفيني، فهمتوا خصهم يخدموا بيا واش نمشيو ولا لا. من ما من انايا ما تنطيحش شي واحد وصافي، بقاو ينتقموا مني يعني، باش خلوني ما نوصل حتى شي حاجه يعني. تقريبا خرج من الدار باقي سنه تنخدم بحال ما تنخدمش، كنصور فلوس خيالي يعني، فلوس كنصورهم خياله ينفوا. انا كنفكر باش نتعالج، مشان شي واحد نتعالج ولا كيطيروا الفلوس يعني، فاش كيطيروا في واحد تقريبا واحد المره باقي عاقل على هذيك، مابقاش تنسى ليا 8000 درهم مشات في ظرف 8 ايام وما درت بها حتى شي حاجه. هذيك 8000 درهم كانت عندي في الجيب، يلا فكرت كنت كنعيط لواحد السيد يعني في واحد القناه، هو ماشي في المغرب، نتصل به ينفو. انا فكرت باش نتصل به باش نتعالج عنده، عارفه ان هذاك غيعالجني، ودوك الفلوس طاروا لي في ظرف ديال 8 ايام. 100 درهم هي اللي عاقل عليها كيفاش تصرفت فيها، وما باقي ما عرفتش حتى فين مشى كاع الى حد الان. كاين لا كاين 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 تما، ولكن عادي يعني كنز عادي. هذاك بغاو يعطيوه لي انا حاليا، بغاو يعطيوه لي، ولكن كاين شروط وكاين عليه راجل اللي اساس عليه، وكنشوفه مره مره واش نمشيو ولا لا. ولكن كنشوفه مره مره ولكن ماشي كيبان عندي، كنشوفه خيال وصافي، محس على حسب يعني وليداتو وليداتو العائله، بخصهم شي يشوفوني وصافي. وكاين كاع اللي دا حوايجي، مثلا مشيت عنده ندير عنده حجامه، درت عنده المره الاولى التعامل معايا، الثانيه التعامل معايا، الثالثه هز لي بياسه ديالي وكتب فيها بالتعويذ. وتما كان فاش كتب فيها بالتعويذ قلت له كن يعني كتب فيها الكل، لبست هذيك الكسوه هذيك درتها فوق الحمد لله، كانت يعني نقدر نموت على شي ما حس كان هذاك السحر. كما يقولوا السحر يعني مكتوب بالدم المغدور، الدم واحد الانسان تيدير قصيده مثلا تيموت مكتوب بالدم ديال المغدور. تما فاش كانوا طيحوا واحد البنت، واحد الدراري، واحد ذاك الجن اللي كان معايا اللي كان يعني كيبغي لي الخير، كان طيح واحد البنت وجابوها ليا. وتما تما فاش خبروني قالوا لي بان راه هذاك السيد كتب لك واحد جاكيت، واحد التريكو ديالي اللي كانت عزيزه عليا بزاف كتب فيها. ونهار اللي عطاها لي هذاك عطاها لي بيدو، وجبتها للدار حطيتها يعني، هذا حطيتها في الدار. يعني خرجت انا بقيت كندور هكا، وتيتلاقى معايا واحد السيد، تلاقى معايا واش نعرفو صديق ديالي، ولكن هو راه جن ماشي انس، دخل معايا للدار ويسرق لي ديك التريكو داها الى حد انا ما عرفتش فين مشات. ولكن تلاقيت مع ذاك الجن، عاودوا لي ديك القصه، قال لي كانت تما، قال لي حنا اللي جينا وهزيناها لك. هو انت فكمنا هادشي اللي فيا، هادشي اللي يعني اللي انا مصاب به، انا ماشي ساكن فيا لداخل ولا شي حاجه يعني، هما غير متلبسين بيا بلي في يديا ولا نوريلك يعني شنو مكتوب في يديا وهادي. وبلا ما نذكروا هادشي هذا نخليوش من بعد ان شاء الله. وفي واحد الفيديو كاين شي اسرار خطيره يعني، ان شاء الله في شي حلقه اخرى نقدر نقولهم ان شاء الله. غير يمكن هي الهدف ديالي انا خصني نتعالج من الشهاده وصافي. مطلوب ديال الاخر هو شي يعني شي واحد معالج يعني، يكون يعني متقي الله عز وجل ويعالجني، حيت انا دس عند الناس بزاف يعالجوني. كاين الناس اللي صراحه يعني واحد يعني بقى فيا بزاف، هو اللي كنت عطيته يعني 200 درهم وكنت تيخو لي الاسحار يعني السحر الماكول، غير بالتليفون، وكنت كنتقياه وكنشوفه شي مده 3 شهور وكيعاني معايا مسكين. وهذاك كان تيقول لي مسكين، تيقول لي الهدف ديالي هو التعالج يعني، حتى وقف حتى يعني صافي حتى هز يده صافي حتى هي. وكاين ناس اخرين بزاف، ماشي واحد ماشي جوج. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.